واحد يزي محمد بس يصور المضخات. شوية طلع طلع شوية. الوضع الأمني شوية على عام خايف من الوضع الأمني والطابور شوية مسافة يعني حوالي نص ساعة أنت مفول على البنزين وبس الوضع زين بكركوك يعني أحسن من بس قابل العالم الوضع الأمني ولا أي شيء ماكو يعني حاليا بكركوك إن شاء الله ما يصير شيء.